بوظه في المحطتين. المحطه الجايه هكون جرتها لك لسكه الخطيئه. نطلع على اخوكي في الكباين يظبطها. ظبط ايه؟ خف عليها شويه، البت شكلها مخنوقه منك. عيب الكلام ده على فكره، ده زمان صورتي اتحفرت في قلبها. شوف احتشاور ايه؟ انت بتعكسها ولا؟ انت مالك؟ وانا مالي ازاي انا خاطبها بقى؟ انت تتخانق؟ مش كفايه انك خاطبها؟ ده انت اسود قوي يا اخي. ده صدق انك انت لازم تنضرب النهارده. اه مصدق انك هتنضرب النهارده. كده؟ ولا حمو ولا ابراهيم ولا علي ولا دوحه، تعالى انا. هو انتوا كلكم خطبنا ولا ايه؟ احنا قرايبنا يا بيك. واللي معاها كل دول تركب عربيه الستات ليه؟ خايفه من ايه؟ مني ولا عمده؟ يا عمده يا عم دخلها يا رجاله، يبقى انا هتضرب لوحدي. خلص يا حنطيره تقطع يا هط. ممكن اصحاب الكباين يطبوا علينا. شيطة يا غادة، ما حدش بيعذبها يا عم. يعني مفيش غير احنا الثلاثة والشيطان ربعنا. خش انت جوه مالكش دعوة. بسرعة هظبطك. هسهرك احلى سهرة، هديك اللي انت عايزاه. مساء الخير يا باشا، ممكن اطلب بس طلب انساني؟ عد عليا في الجمعيه الخيريه يا باشا. انا عندي مصيبه، مراتي حامل وجالها طلق في السابع. لا ربنا يكرمك. الله يستره، حارس الكباين فتح لنا كابينه. بس انا دكتور امتياز، بس اعصابي بايظه. بص مش عارف اتصرف. محتاجين بس حرمه معانا جوه عشان لا ربنا يخلي لكم ولادكم. احنا مطلقين. انا اسف، الظاهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. الدنيا جرى فيها ايه يا اخوانا؟ بني ادمين هياكلوا بعض. ما تخافش يا اخويا، هحسب لك الوقت الضايع. هي الكابينه فين يا استاذ؟ هناك كده. اطمن، انا ولدت اختي قبل كده. وجابت ايه ما شاء الله؟ طبعا ما انت مش غرمان حاجه. تعال شوف مراتك وخيبتها يا اخويا. مراتك باين عليها شلق. لا ده هي شلق وبيئه واطيه وسافله، بس بنت حلال. ها يا ريس، حضرت الميه؟ الميه جوه يا باشا، الميه جوه يا باشا. ربنا ينتحها بالسلامه يا رب. خلاص يا حبيبتي بقى، ما تبقيش اوفر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. هترجع لك على طول، ما تخافش. على طول ان شاء الله ترجعوا لبعض تاني. اتفضلي اتفضلي. مالك يا اختي؟ سلامتك يا حبيبتي. الولادة دي شيء صعب جدا، ده انا خالتي تعبت جدا وهي بتولد حمادة. حمادة مين؟ حمادة ابن عمتي. هو حمادة ابن عمتك؟ ايوه، بس خالتي اللي ولدته. لا، هو حمادة ابن عمتك ولا ابن خالتك؟ حمادة اخو سامي الكبير. سامي مين؟ انت مالك دخلت في عيلتنا ليه كده؟ اهو ولد ان شاء الله، ولد يا رب يقوها مالك بالسلامة يا رب يا رب. طيب بعد اذنك بقى روح اجيب مقص عشان نقطع الحبل السري. طب لما يجي حمادة اقول له ايه؟ قول لامك سألت عليه. ما تنساش. سلام عليكم. سلام عليكم. هي المدام بتزغزخة. ما بتزهقش من الصياعه؟ كمان صياعه صباحك. يما عندي شغل. صياعه ايه؟ يلا ظبطي لي طبق بقى بسرعه. يلا يا معلمه، يلا اعملي لنا صحن حلو كده زيك. من عينيا. بالسلم الهاري يا معلم هباب. مسا يا معلم شهاب. اهلا يا حنتيره. بقول لك ايه يا ولد، مش هنعملوا شغل مع بعضينا ولا ايه؟ يا معلم شهاب، ما انا قلت لك 100 مره انا ماليش في سكه المخدرات دي، دي ضد مبادئي. وانا عايزك بقى عشان خاطر المبادئ دي. يا سلام. امال ايه يا ابني؟ يا ابني انا صعبان عليا شباب مصر واللي بيعملوا البانجو فيه. البانجو ده بيلحس الدماغ. عايزين نرجعوا بقى للحشيش. الحشيش الحشيش اللي احنا ورثناه ابا عن جدا. يا سلام، انا اول مره اشوف تاجر مخدرات بيضحي عشان خاطر مصر. ماشي، مقبول عشان خاطر امك. كل وانت ساكت، كل وانت ساكت لا تزور والسر الالهي يطلع. بقول لك ايه يا معلم هباب، الولد ده الحيله مالكش دعوه بيه. الاحسن والمرسي ابو العباس، ابلغ عنك الحكومه. ما عندك وش باعي بيه، ماليش دعوه بيه خالص. يلا يما بقى، فين طبقي؟ انا عايز امشي. يما كل دي شطه مفتريه. ماشي ماشي مشيت عليك دبابه روسي يا معلم هباب. ليه بس كده يما؟ ده راجل وطني وعايز يخدم البلد. سمعوس هو
ايوه يا واد يا ويلع. غنيت يا عاد الشرير يا بتاعيه يا تغني عجب يا تنجرع من هنا واصل يا حنتيره احتشم غنى اي حاجه تانية. معلش يا معلم حاك عليا. حاضر حاضر. والدحرج وجري يا رمال انا على حجري يا رمال انا حجري حنين يا رمال يا رمال الدحرج وجري يا رمال على حجري يا رمال. اقص عليك وعلى رباتك. ايه اللي هتغنيه دي؟ ايه حجري ايه بتاعيه؟ قلت لك حشمة حشمة. يعني غني لك ضميني ضميني هنا ضميني. انتوا اخوات صح؟ الحمد لله لحقتك يا لك. حالة فرجي معايا على السهرة اللي عاملينها في العمود ده اللي لاجي ليلة البدر. زهقت ياما، زهقت من شغل السوق. ولاد الكلب مش سايبيني في حال اصحاب المحلات، يعني شايفيني محجبه برضه مش عاتقني. الله يكون في عونك. زمان كانوا بيفرقوا بين الكويسه والوحشه، لكن الزمن دلوقتي اتصهر، لا عاد في اصل ولا جدعانه. ربنا يرحمنا برحمته. كيرف 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 ايه؟ ما تيجي كمل السهر عند الدكتور فؤاد في الطرق. اعوذ بالله يا عم، انت عايزه يكئب اللي جابونا؟ ايه دكتور في الطرق لازم طبيب شرعي. لا دكتور فلسفه. ايه وايه اللي حدف على الطرق؟ احكي لك انا يابا. دكتور فؤاد ده كان نوار جامعه اسكندريه كلها، وفضل كده اهو لغايه ما اتجنن في دماغ اهل اللي خلفوه وقرر يتجوز. وفين فرحه بقى على حبيبته رب الصون العفاف؟ عملت له مفاجاه. وعلى راي عم بيرم التونسي الفرخه من قبل الفرح مدبوحه. استنى يابا ده انا هكمل لك. ولان الراجل كان عنده حموضه ما طلعش على الخماره يضرب له كاسيه، قام رامي مين طلاق على الوليه ونزل جري على ابرم وقعد يعيط هناك. ومن ساعتها اتحول من الدكتور فؤاد الفيلسوف لعم فؤاد التربي. يلا سلام. استنى يابا ما تقعد معانا شويه. اروح قبل ما امك تصحى يا حنتيره. اتفرج على فيلم السهرة في القناة الخامسة واكل وانام. اتصالات دايما يا رجالة، المرة الجاية عايزين نلعب على حواوشي. كان يا ابويا ده بيخاف من امي. ولا عمدة ألفتلي البقين اليوناني اللي هقوله من البيت الخواجية. مستكينس مستكينس الله حستكينس حستكينس يا سيدي. بس ده فلاس كتبهم لي عشان حسن.